استقبل الشيخ نبأ تكليفه بوزارة الأوقاف بشيء من التردد، وتساءل في نفسه لماذا هو بالذات؟ ما الذي دفع أصحاب القرار لاختياره وهو يتجول رحالا بعلمه ورسالته في أرض الله منذ 26 عاما بعيدا عن ميدان الحكم؟ وبنفس الدهشة استقبل من حوله هذا الاختيار الذي وقع على رجل لم يسعى لسلطة ولا سلطان. الشيخ له مقولة مريحة للنفس يقول فيها: التيسير في أي أمر دليل الإذن به من الله سبحانه وتعالى. وهو أقبل على الوزارة مكلفا، وعلم من أول لحظة أن هذا الأمر تكليف وليس تشريف.